السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، هذا راغب آمن من موقع The Professional Security. مرحبا بكم في حلقة جديدة سنخصصها اليوم إلى موضوع كيف تقوم بإنشاء تطبيق خاص بك وخاص بموقعك على كل من الآيفون والأندرويد وكذلك ويندوز فون. إنشاء تطبيق خاص بموقعك سيجعل موقعك أولا أكثر احترافية، ثانيا ستكسب زوار أوفياء لموقعك، حيث يمكن لزوار موقعك أن يتابعوا موقعك بشكل يومي ويتتبعون كذلك آخر أخبار موقعك عن طريق التطبيق الذي ستقوم بإنشائه وتسويقه إلى زوار موقعك. إذن الخطوة الأولى وهي الالتحاق بموقع App Maker. موقع App Maker هو موقع أولا بسيط في التعامل واحترافي كذلك فيما يخص الخدمات التي يوفرها. عندما أقول كذلك ف يعني من النقاط التي يوفرها أب ميكر أنه يخدم موقعك أولا، وكذلك يخدم جميع الأشخاص المهتمين بالبودكاستين أو كذلك المهتمين كذلك بجني المال عن طريق مواقعهم، وذلك عبر إضافة إعلانات على يعني على تطبيق. إذن أول شيء عند الدخول إلى موقع www.appmaker.com، أول شيء ننقر على register. ففي register هذه المرحلة سنقوم بالتسجيل وأخذ يعني مساحة في الموقع. أنقر على I agree to the terms of the service or of service. بعد ذلك سيتم مراسلتي عبر إيميل، يجب أن أقوم بعمل له confirmation يعني لكي يتم التسجيل. إذن كما تلاحظون توصل بالإيميل ثم نقر على confirmation link. انتظار قليلا، وأول شيء كما تلاحظ your application. إذن ننقر على create one now. إذن في هذه المرحلة نختار ما بين إذا كنت أريد صنع يعني تطبيق على الآيفون، تطبيق على الأندرويد أو كذلك ويندوز فون كما تلاحظ معي. إذن في حالتي كون أنني من محبي الأندرويد سأختار أندرويد، ثم سأختار بعدها choose this. بعد ذلك سأقوم باختيار RSS feed بالنسبة لموقعي. إذن بالنسبة للإرسس فيد فهذا هو الرابط الخاص بالتغذية لموقعي، يمكن أن تقوم بتغييره إلى ما يناسبك. أنقر على Create App ثم بعد ذلك أنتظر قليلا كما تلاحظ معي وSecuring. إذا الآن يقوم بالبحث عن الإيميج المتواجدة في الموقع حتى يقوم أو لكي يقوم باختيار لوجو مناسب لموقعك. في حالة ما إذا كنت ترغب بإضافة لوجو خاص بموقعك إلى الأبليكيشن فيمكنك إما أن تقوم ب From Desk أو From URL. إذا بالنسبة لهذه الحالة سأختار أنا From URL وسأختار The Professional Security. إذا The Professional Security أذهب إلى Image ثم أبحث على Logo كما تلاحظ معي، سأختار Logo خاص وأختار الرابط كما تلاحظون معي، ثم أذهب مباشرة وألصق الرابط لكي وبعد أنقر على أبلود كما تلاحظ معي، فقد تم اختيار يعني لوجو. كما تلاحظ بالنسبة للاسم فيد برنون يمكن أن أقوم بتغييره من هنا لكي أختار The Professional Security. يمكن كما تلاحظ في المساحة لا تسمح، إذن يمكن أن أختار مثلا فقط الموقع thepro.com. يعني هذه كمرحلة. مرحلة أخرى يمكن أن أختار تابس وهي الألسن التي أريد أن أضيفها إلى الأبليكيشن، فيمكن أن تختار يعني يمكن أن نقول إذا يعني إلى حد ما المانيو أو القائمة يعني القائمة الرئيسية الخاصة بالموقع، حيث يمكن أن تضيف مثلا روابط تغذية أخرى، يمكن أن تضيف صور يعني باتن خاص بصور معرض صور خاص بالأبليكيشن
الابلكيشن، يمكن كذلك خاص بالمسج الى غير ذلك من الابلكيشن التي يمكن ان تختار منها ما يناسبك. كذلك لدينا كوستومايز. في الكوستومايز يمكن ان اختار هيدر ايمج، ففي الهيدر ايمج هي الصوره التي ستظهر على يعني البانر اذا ما صح التعبير. يمكن ان تختار واحده، انا على سبيل المثال ساختار واحده من موقع محترفي الحمايه وساقوم بعمل لها ابلود كما تلاحظ معي. فاولا ساقوم بتسجيلها ثم سأقوم بسيف لكي أقوم بعد ذلك بتحميلها من الموقع. بطبيعة الحال نفس يعني نفس الخيار يمكن أن تختار من على رابط إذا ما أردت، يعني لا يوجد مشكلة كما طلعت معي from URL، ثم تختار upload في كلتا الحالتين. بعد ذلك تختار يمكن أن تختار كروب لاختيار او لعمل يعني اختيار جزء من الصورة وتأطير الصورة، ها جيد، تأطير الصورة بشكل جيد. ثم في حالة اذا ما وجدت ان الصورة هي ملائمة لتطبيقك تنقر فقط على سكيب كما تلاحظ معي. ف يعني محترفين فالتطبيق او الصورة هي ملائمة بالنسبة لي. بالنسبة للاب انفورميشن، ففي الاب انفورميشن يمكن هنا ان اختار ان اضع مجموعة من المعلومات الخاصة بالابليكيشنز او ماي ابليكيشنز. اذا ذا بروفيشنال سكيورتي على سبيل المثال ساختار في الديسكربشن جيك ويندوز ويب سايت الى غير ذلك. فاقوم ب يعني اختيار يعني حتى يعني عند ظهورها في معرض الابليكيشن فتكون يعني تتضمن معلومات الابلكيشن الخاصة به، تتضمن معلومات. يمكن ان تضيف ماركت يو ار ال اذا ما اردت. يمكنك كذلك ان تختار ثمن الابلكيشن اذا ما اردت ان يعني ان يدفع رواد موقعك او زوار موقعك نقود مقابل تحميل الابلكيشن. يمكن ان تختار يعني السعر المناسب، في حالتي فهي فقط فري. كذلك لدي مونيتيز، وهنا يمكنك ان تختار او اذا يعني اذا كنت ترغب في اضافة اعلانات خاصة والربح من خلال الابليكيشن يمكن ان تفكر في 79 دولار يعني في الشهر لكي تستطيع اضافة اعلاناتك. في حالة اذا لم تكن ترغب يمكن ان تختار فقط فري. ثم في كاخر خطوة تختار publish وتنتظر مدة قريبا تقريبا مدة يعني دقيقة واحدة بعد النقر على build application. كما تلاحظ معي فالابليكيشن كما تلاحظ معي build in queue. فbuild in queue يجب عليك فقط الانتظار، ولا تنسى في كل 30 ثانية ان تقوم بتحديث للصفحة حتى يتم ظهور رابط التحميل. كما تلاحظ معي building الان يتم انشاء التطبيق. ننتظر فقط بعض الثواني لكي يظهر رابط التحميل. كما تلاحظ معي بعد انتهاء او انتهاء صنع الابليكيشن فيعطيك رابط التحميل. يمكن ان تختار انستال ابس، يمكن كذلك ان تعمل ارسالها لايميلك المرتبط مع الماركت ويتم تثبيته اوتوماتيكيا. اذا تنقر فقط على انستال ثم داونلود ابليكيشن لكي يتم تحميل الابليكيشن كما تلاحظ معي على الشاشة. كنت سعيد جدا باستضافكم في هذه الحلقة الى حلقة اخرى من حلقات راغب آمن وعلى محترف الحماية. يمكنك دائما متابعتنا على موقعنا الرسمي www.thtreepro.com، ويمكنك كذلك زيارتنا على صفحتنا الرسمية التي تضم أكثر من 73 ألف متابع على الرابط www.facebook.com/thtreeprofessional. إلى اللقاء.